قضية أنه استهداف المقاتلين سيؤدي إلى تغيير المعادلة، لن يحدث أي شيء من هذا القبيل، وتجربة طويلة ومريرة يعني من استهدافات ومن قيادات المقاومة وعلى فترة طويلة من الصراع مع الاحتلال، لكن هذا لم يؤدي بأي حال من الأحوال إلى حدوث اختلالات. ربما تحدث هناك فجوات في أوقات قصيرة، ثم يتم الاستعارة التعويض عن هذه القيادات بقيادة بديلة. وهناك الآلاف كما تحدثنا قبل فترة باسم كتائب القسام أبو عبيدة، أن هناك آلاف من الشباب ينتظرون التجنيد باسم كتائب القسام، وهذا طبعا يعني هناك خبرات واسعة وطويلة لدى المقاتلين، ولا أعتقد أن القسام حتى يحتاج هذه الأعداد الكبيرة، يعني حتى هذا الاستهلاك لهذا الشهداء لن يغير بأي حال من الأحوال من نتائج المشهد. طيب. سواء يعني تأثرت قيادات القسام، نعم تأثرت يعني بشكل أو آخر، واستشهد عدد من القيادات، لكن هذا لم يؤثر. قيادات القسام يستطيع أن يجدد يعني بناء الوحدات القتالية ووحدات التسليح والإدارة والتنظيم بحسب ظروف الميدان يعمل، وهذا طبعا يعني كما نشاهد الفيديوهات التي ينشرها، ما زالت هناك قدرة على السيطرة والتحكم والتوجيه ونشر الفيديوهات وإصدار البيانات، كل هذا يؤشر على أنه لا زال كتاب القسام تعمل بعافية وقوة وتوجه ضربات مؤلمة للاحتلال. طيب.